على إثر تجديد مكتب مجلس النواب، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط رئيس المجلس السيد رشيد الطالبي العالمي وأعضاء المكتب. ويضم مكتب مجلس النواب فضلا عن الرئيس نواب الرئيس محمد يتيم. كنزة الغالي. شفيق رشادي. عبد اللطيف وهبي. رشيدة بن مسعود. عبد القادر تاتو. محمد جدار. مصطفى الغزاوي. والمحاسبين عبد اللطيف بن روحو وبولون سلك. وكذا الأمناء جميلة مصلي، مينا بوهدود، وأحمد تهامي. وعقب هذا الاستقبال أخذت لجلالة الملك حفظه الله صورة تذكارية مع رئيس وأعضاء مكتب مجلس النواب. وقد أدلى السيد رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب بتصريح للصحافة قال فيه: حظي المكتب الجديد لمجلس النواب باستقبال الملكي السيدات والسادة رؤساء النواب الرئيس اللي تقدموا السلام على سيدنا الله ينصره، والتوجيهات اللي خدينا من عند جلالة الملك اللي كتهم تفعيل مقتضيات الدستور بالخصوص فيما يتعلق بسير أشغال المجلس مجلس النواب. وهذه واحد الدفعة إضافية حماسية بالنسبة للسيدات والسادة النواب باش يهتموا بما هو أهم في مواكبة جميع الأوراش الإصلاحية التي يعرفها المغرب.